بالنسبة للمرأة يضاف شرط آخر، وهو أنه لا يجوز لها أن تسافر لطلب العلم بغير محرم، لأن الدليل الشرعي في ذلك واضح. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فإذا روعيت بعض الظروف داخل البلد فلا تراعى هذه عندما يكون السفر إلى بلد بعيد. وبعض الناس في الحقيقة يتساهلون في هذا تساهلا عجيبا، فتأتي الموافقة لابنته على دراسة جامعية في شيء من الدول، فيوافق أن تذهب وهو لا يعرف بعد تلك البلد عن بلده، ولا أحوالها، ولا أين ستسكن البنت، ولا مع أن تسكن، ولا كيف ستسير الدراسة. فيعطيها ما يسمونه بالحرية المطلقة، وهي ليست حرية وإنما هي فوضى، لأنها ستعود بالمردود السلبي عليها وعلى أسرتها.